للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ صالح فاضل. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك. محادثات روسية تركية إيرانية حول سوريا الأسبوع المقبل، كيف تنظر إلى القمة المرتقبة؟ القمة المرتقبة يعني كسابقاتها لن تنتج حلا جذريا للقضية السورية. ما زال بشار الأسد موجود، داعش موجودة، قسد موجودة، التدمير وقتل المدنيين على يد النظام ما زال موجود في ريف حماة رغم أنها من مناطق خفض التصعيد. إلى الآن الحقيقة الحل النهائي والجذري لم يتبلور تماما، وإن كانت بعض ملامحه قد بدت من خلال مناطق خفض التصعيد والتوافق الروسي التركي على ملف إدلب، وقريبا التوافق الأمريكي التركي على مناطق منبج وتل أبيض وعين العرب أو ما يسموها البعض كوباني. فقريبا يعني نرى هذه الأمور، لكن لو كان حتى يعني ملف الإرهاب الذي يدعونه على يد تنظيم الدولة الإسلامية جادين أو جاد أمريكا وروسيا في القضاء عليه، وخاصة أمريكا لما جندت يعني القوات الأمريكية كلها عبارة عن 2000 مقاتل في هذه المنطقة، لا تتناسب إطلاقا لمن يريد أن يقضي على الإرهاب. لكن الأمور متجهة باتجاه التوافقات الدولية في سوريا وليس عبر تصعيد عسكري كبير، وإن كنا نتوقع ربما قيام روسيا ببعض العمليات النوعية ربما في بعض مناطق إدلب بعد تحديد إحداثيات خاصة لبعض الأطراف التي تعتبرها روسيا إرهابية، وإن كانت في السابق تعتبر كل الجيش السوري هو الحر إرهابيا. هناك بعض التعقيدات لكن متجهة باتجاه الحل، ويبدو أن روسيا وبوتين تحديدا سيأتي ويقدم لتركيا تنازلا كبيرا أنه لا مانع لديه من التنازل عن عائلة الأسد، لقاء توافقات مع بعض أطراف الدولة السورية العميقة ومحاصصة مع المعارضة عبر ترتيبات سياسية معينة، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت. يحضر الرؤساء القمة والنظام وحليفه من الميليشيات الإيرانية ينتهكون اتفاق سوتشي بشأن إدلب. يعني بالنظر إلى موقف تركيا وروسيا الذي توقعتموه يعني وهما الموقعتان على الاتفاق، يعني إلى أي مدى ترى أن روسيا ربما تتواطأ مع النظام لإفشال اتفاق التهدئة في إدلب؟ روسيا ليست متواطئة مع النظام بل حامية له وفق أجندة مرتبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وليست خارجة عنها. اليوم الروس أيضا يعني عبر تصريحات بوتين التي عبر بها عن سروره باتفاق الخط الانتهاء من التيار البحري، وأقصد فيه أنابيب الغاز البحرية التي تمر عبر المياه الإقليمية التركية، ويسوق على أن أيضا التيار البري أي أنابيب الغاز البرية في قابل الأيام ستتحقق، ويطمح إلى وصول الاستيراد أو التبادل التجاري مع تركيا يصل إلى 100 مليار. أظن أن بوتين سيعطي بعض التنازلات لتركيا وبالتالي للمعارضة السورية في إقصاء العائلة الأسدية وتهجيرها أو محاكمة بعض منها مثل بشار الأسد. وروسيا طبعا ستكسب من طرفين، التبادل التجاري مع تركيا وأيضا هجرة أو الطلب من العائلة الأسدية ولصوص النظام من تحويل الأموال باتجاه جزيرة القرم. ولمحنا سابقا أن زيارة رئيس جمهورية القرم الشهر الماضي إلى سوريا كانت لأجل بعض هذه الترتيبات وخروج الأموال المسروقة للشعب السوري باتجاه جزيرة القرم لتعمل وكأنها مركزا تجاريا دوليا عالميا. كيف ستلقي هذه القمة ربما على أو تلقي بظلالها على العلاقة الروسية أو العلاقات الروسية الأمريكية في سوريا؟ يعني إلى أي مدى ترى أن روسيا ربما تلعب بالورقة الإيرانية لمواجهة الولايات المتحدة في سوريا بحسب ما يتوقع البعض؟
حقيقة الأمر أنا أعتبر من السذاجة السياسية أن نظن أن هناك خلافا حقيقيا أو قويا بين إيران وإسرائيل، بين إيران وأمريكا، وبين إيران وروسيا، وبين أمريكا والنظام. حقيقة لعبة ومسرحية كبرى تدار على الأرض السورية، والخلاف بسيط جدا، الخلاف على الكعكة السورية البسيطة. الروس سيأخذون جزءا من الكعكة، قاعدة هنا وقاعدة هناك، أما الأمريكان فلا يقبلون بأقل من هندسة المحاصصات الدولية على الأرض السورية. وأظن هناك توافق على إزالة بشار الأسد عاجلا أم آجلا، لأنه غير مؤهل ولا يستطيع الرأي العام الدولي ولا الدول إعادة تأهيله، بسبب أنه هجر 12 مليون من السوريين وقتل حوالي مليون من السوريين ومئات الألوف من المعتقلين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية. لا تستطيع أي قوة إعلامية ولا أي قوة سياسية إعادة إنتاج هذا النظام، لأنه أصبح ثوبا مهترئا مقززا، لا يستطيع أحد إعادة إخراج هذا النمط المجرم على الصعيدين الإقليمي والدولي. كيف تصف أستاذ صالح يعني معادلة القوة في منطقة التنف السورية الاستراتيجية؟ حقيقة التنف نعم منطقة استراتيجية، لأنها تعتبر الطريق الذي يمر من بغداد إلى المياه المتوسط في طرابلس وبيروت، وأيضا ممر إلى الأردن والمملكة العربية السعودية. نعم التنف منطقة استراتيجية، ولذلك هناك بعض الإشكالات الإجرائية، أما على الصعيد الاستراتيجي فهذه المنطقة تاريخيا يعني منطقة تهتم فيها بريطانيا ومؤخرا الفرنسيين وقوات أمريكية، وحتى بعض الجنود التابعين لدولة النرويج تدعم وجود القوات الأمريكية في المنطقة. نعم التنف منطقة استراتيجية وستحل عبر محاصصات نفوذ وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية قطعا، والبقية عبارة عن أذناب سواء كان الروس أو الإيرانيين ومن في حكمهم في منطقة الجنوب. نعم من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ صالح فاضل، شكرا جزيلا لك.